وارفع ايدك وعلي، ارفع ايدك وعلي، الموت ولا المسلك، وارفع ايدك على الصوت، وارفع ايدك على الصوت، واللي بيهتفش حيموت، واللي بيهتفش حيموت، في سبيل الله قمنا، في سبيل الله قمنا، نبتغي رفع اللواء، نبتغي رفع اللواء، واللي يعد الدين مجده، واللي يعد الدين مجده، وانصرك منا الدماء، وانصرك منا الدماء، تكبير الله اكبر، تكبير الله اكبر. Thank you.
يا وطن يا وطن يا طيب يا بلاد الطيب عدنا رجعنا يا بلاد الطيب عدنا رجعنا عدنا رجعنا السلام عليكم مشاهدينا الكرام. هناك عدد من الشباب متواجدون امام حي الشزراح بالتضامن مع اهالي الحي وسكان الحي. طبعا هناك قوات كبيره من الاحتلال متواجده حوالين منزل. طبعا مشاهدينا الكرام الان يوجد عدد كبير من اعضاء الكنيسه المتطرفين داخل حي الشيخ جراح. فلسطين نموت وتحيا فلسطين نموت وتحيا فلسطين وبدي عالم فلسطيني رفرف على المحاكم وبدي عالم فلسطيني رفرف على المحاكم وهدية ما بدي هدية ولا بهواي هدية وبدي عالم فلسطيني وبدي عالم فلسطين وانا ما بدي فستان ولا بهواي فستان وانا ما بدي فستان ولا بهواي فستان بدي عالم فلسطيني رفرف على عسقلان وبدي عالم فلسطيني رفرف على عسقلان وانا ما بدي زفه ولا بهواي زفه وانا ما بدي زفه ولا بهواي زفه بدي تبطل فلسطين محصورة بأرض الضفة وبدي تبطل فلسطين محصورة بأرض الضفة وأنا ما بدي ماهر ولا بهواي ماهر وأنا ما بدي ماهر ولا بهواي ماهر هلا شو أخبارك؟ سيدر سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم طبعا مشاهدينا الكرام كما قلنا لكم هناك عدد من الشباب متواجدين امام منزل عائلة الساو بالقرب من منزل عائلة سالم المهدد بالتهجير.
وهناك قوات الاحتلال متواجدة تحاصر منزل عائلة سالم المهدد بالتهجير، كما أيضا جاء عدد من أعضاء الكنيسة المتطرفين إلى داخل الحي لأنهم متواجدون أمام منزل عائلة سالم. طبعا كما سمعتم مشاهدينا الكرام، الضابط يحذر الشبان من اي عمليه هتف او اي عمليه هتافات، بانه سيقوم بفض الشبان وابعادهم من الحي. يعني الضابط حاليا حذر الشبان بانه اذا تمت الهتافات موجوده راح يقوم بفض الشبان وابعادهم ومن داخل الحي.